نتكلم عن الأم وأم العظماء. كان هناك تكريم أخير لحضرتك من السيدة انتصار السيسي زوجة رئيس الجمهورية في احتفالية للمرأة المصرية. ماذا يعني هذا التكريم في حياتك؟ شرف، شرف كبير ليا. وجملة بتتقلي انتي مشيتي صح. يعني كون السيدة انتصار السيسي تكرمني في يوم المرأة العالمي على اني سيدة قدمت فن جيد، ده شرف ليا. واتطمنت ان الرسالة اللي انا كنت قصدي اوصلها ونوع الفن اللي انا قدمته لقى استجابة من سيدة عظيمة في الدولة. التقيتي بالسيدة انتصار السيسي في هذا التكريم وحدث حوار ما بينكم، كان ايه طبيعة الحوار؟ لقيتها بتقول لي انت تمثيلك حلو قوي. قلت لها يعني حضرتك بتتفرجي على التلفزيون؟ قالت لي طبعا انت ام كلثوم كنت هايله. نعم. وكمان سمعتك في قال الفيلسوف. نعم. انا عارفه ان كل الشباب مر عليهم قال الفيلسوف، لان لمده 40 سنه صحيح بيقدم تاريخ ثقافه. نعم. يعني معلومه حلوه. نعم. وبيقولها اتنين، فانا عارفه لما قالت لي انا قلت لها كمان ده شرف ليا ان نعم. حضرتك اتفرجت. مصدر سعادة الفنانة سميرة عبد العزيز، هل في تجربتها في الإذاعة، في المسرح، في التلفزيون؟ نمرة واحد المسرح. المسرح.